مساء الخير يا مولانا. مساء الخير يا أستاذ محمد، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. إيه اللي حصل كده وخلى الناس مرة واحدة تقوم بعضهم يعني يتكلم عن سيدي أحمد البدوي يعني؟ بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بداية يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما حصل مؤخرا من أن بعض الناس قاضوا في سيدي أحمد البدوي، هذا إن دل فإنما يدل على علو فكره عند ربه جل وعلا. لما خاض الناس في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بعد وفاتهما، ذهب بعض الصحابة إلى أم المؤمنين عائشة فقالوا: يا أم المؤمنين، إن الناس يخوضون في أبي بكر وعمر. فقالت: شاءت إرادة الله ألا تنطوي لهم صحيفة، لأنهم بسببهم في هؤلاء الأولون على حسنات وسواد. نعم، يأخذون حسنات والصحيفة تظل. تكلمنا على مكانة سيد أحمد البدوي كقطب صوفي يعني. سيد أحمد البدوي هو من الأقطاب الصوفية وله مكانة عالية عند المصريين، وتوارثنا هذه المكانة من مشايخنا ومن علمائنا. ده الإمام الظواهري شيخ الأزهر الشريف والده سماه على اسم سيد أحمد البدوي. احنا لا يزال بيننا كمصريين الناس بتحب تسمي السيد البدوي على طول. نعم، لا زال هذا الاسم موجود بين الناس، ولا زال الناس يسمون اولادهم بهذا الاسم تبركا بهذا الولي الصالح. انا رايت بام عين شيخ اشياخنا الاستاذ الدكتور جوده محمد ابو اليزيد المهدي، وكان عميد كليه القران الكريم في طنطا، وكان نائب رئيس جامعه الازهر في الوجه البحري، رايته يجل سيدي أحمد البدوي ويحترمه ويوقره وهو في مقامه رضي الله عنه وأرضاه، واثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. رأينا أشياخنا وأشياخ أشياخنا، الشيخ الشعراوي والشيخ الخطيب والشيخ صالح الجعفري والشيخ عبد الحليم محمود له كتاب عن سيدي أحمد. طب إيه اللي يخلي دار الإفتاء وهي برضو مؤسسة رسمية يعني تدخل في هذا السجال؟ يعني ايه اللي دفعها دار الافتاء؟ انا بشكر دار الافتاء وبشكر فضيله المفتي استاذ الدكتور شوقي علام في هذا المقال الرائع الذي رد فيه على كل من سولت له نفسه ان يتطاول على اولياء الله. مسجد سيدي احمد البدوي ومقام سيدي احمد البدوي في طنطا مزار لكل الناس في كل الازمنه والامكنه، ولا زال له مكانة عند علماء الأزهر الشريف. أيوة، دار الإفتاء ردت لأن دار الإفتاء هي المرجعية الرسمية في مصر، وليس بعد كلام دار الإفتاء والأزهر الشريف كلام. مشايخنا أستاذ محمد رأيناهم يزورون سيدي أحمد البدوي ويعلمون العلم في مسجد سيدي أحمد البدوي. حتى عندنا مقولة بين طلبة العلم يقولوا إيه؟ القرآن أحمدي. يعني إيه؟ يعني القرآن أحمدي في المسجد الأحمدي في طنطا. الشيخ مصطفى إسماعيل كان في المسجد الأحمدي، الشيخ الحصري كان في المسجد الأحمدي، العلماء الكبار نشأوا وترعرعوا في هذا المكان، ولا تجتمع أمة النبي على ضلالة أبدا. فأزهرنا وعلماؤنا وأشياخنا يجلون سيدي أحمد البدوي. ونحن نجل معكم فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف.